تتفرهد في قليبيا؟ تحب تتفرهد في قليبيا؟ أحلى سهرية في رمضان نهار السبت 2 جمعة 10 ونص متاع الليل بمسرح الهواء الطلق بقليبيا. موعدكم مع برشا ضحك في المسرحية الحدث ملا عيلة، بسام الحمراوي، فيصل الحذيري، نعيمة الجيني وبنتها أميمة بن حفصية. سكر يتباعوا في دار الثقافة وفي المغازة العامة NJ. تذكرة ب 15 دينار. لمزيد المعلومات الاتصال على 22 231 232. لمزيد المعلومات الاتصال على 22 231 232. Tu sais dire des poèmes toi? Bien sûr, écoute. Au couleur de la lune.